هلا ننتقل لشهر رمضان المبارك، بتكتر العزايم والاكلات الدمشقيه والسوريه. المطبخ السوري غني بالاكلات الدسمه، لهيك بصير خلال هيدا الشهر زياده بالوزن. لنحكي عن زياده الوزن خلال شهر رمضان المبارك، كيف فينا نضبطها ونعمل شويه كنترول؟ معنا اخصائيه التغذيه عنان دلي. يسعد صباحك واهلا وسهلا صباح فيكي. الخير، يسعد صباحكم صبايا. صباح الخير واهلا وسهلا فيكي. قبل ما نحكي عن زياده وزن او نقصان وزن، خلينا نحكي شهر الصيام شو المفروض يعمل بالجسم اذا حدا متبع نظام فينا نقول صحي او متوازن. تمام، اول شيء رمضان كريم، وانا قرب العيد، كل عام وانتم بالف خير يا رب. انت بالف خير. الصيام له كثير فوائد على الجسم. فيكي تعرفيها انت من الترند اللي عم يطلع بالايام العاديه، الصيام المتقطع، فهو ماخوذ من الصيام لانه كثير له فوائد، الانقطاع عن الطعام لمده طويله من الساعات كثير له فوائد على الجسم، منها بتنظم عمل البنكرياس، فبالتالي احنا اذا عم نعاني من سكر نمط ثاني او مقاومه انسولين، وبالتالي انا عم يتحسن هذا الموضوع عندي، بتنظم الهرمونات، بتنزل الشحوم والكوليسترول، مقاومة الشيخوخة، كمان تخلص من السموم اللي عم تصير عندي بجسمي أنا عن طيلة السنة. فلهيك الصيام بحد ذاته كتير له فوائد للجسم. بس عن اللي عم يصير عند الصبايا أو أغلب الأشخاص اللي عم يصير عندهم تلبك معوي، إمساك، خربطة بالجهاز الهضمي، هي نتيجة هن عاداتهم الغذائية الخاطئة وليس الصيام بحد ذاته. يعني بنشوف كتير نايمين أشخاص، أنا بتعب بالنهار، الصداع كثير، ما بركز لاني صايم. لا، انت مو لانك صايم، انت شوف شو اكل قبل بيوم او قديش نايم انت. فعاداتنا اليوميه هي الخاطئه عم تكون شهر رمضان المبارك. يعني حكيت هي نقطه كثير مهمه وحطيتي يمكن ايدك على الوجع نوعا ما. كثير بنسمع انه لازم تعملي كنترول، لازم تضبطي حالك خلال شهر رمضان المبارك وتبلشي بالمقبلات وتدريجيا تبلشي بالاكلات، بس الامور نوعا ما صعبه. يعني بيقول لك العين بتاكل قبل التم، لانه المائده السوريه الرمضانيه غنيه، امهاتنا بيدللوا لنا زياده، يعني بدال الطبخه بيعملوا ثلاث اربع طبخات على الفطور. كيف فينا نعمل كنترول شوي؟ يعني خلينا نركز على نقطة انه اسباب زيادة الوزن خلال شهر رمضان المبارك، مع انه هي الفترة اللي بناكل فيها مش كتير طويلة، تمام، بس كمان ليلية عم نطلع الفرق، عم نطلع الفرق خلال النهار. أول شيء هي حالة نفسية، عدد الساعات اللي عم بفطر فيها أنا كثير قليلة، فأنا عم تصير عندي حالة نفسية إنه بدي طلع الفرق، إنه أنا طول النهار صايم فلازم آكل، لازم آكل كل شيء قدامي. فهي موضوع أول شيء قناعة عند الشخص، يعني أنا قعدت على السفرة، طبعاً نحن الغلط منا الأول إنه نحن عم نبدع بالوجبات الغذائية اللي عم تكون على الطاولة، إن كان مقبلات وإن كان الأكلة الرئيسية ممكن أكلتين أو ثلاثة، حتى المشروبات الرمضانية اللي عم تكون عنا عم نتفنن فيها، عرق السوس، التمر الهندي، جلاب، وكلها سكريات. هي بخلص من وجبه الافطار بجي للمعروق والناعم والحلويات اللي عندي اياها. ففي اخطاء عند الشخص نفسه، للاسف هي عادات غذائيه عنا، يعني دائما نحن مرتبط الحلو برمضان. ليش دائما رابطين العالم الحلو برمضان؟ ما بعرف، هي دائما يعني انسان بيشتهي بياكل على قد المحبه، يعني تمام بياكل الانسان. انا بقول لهم دائما كلوا بس مو بشكل يومي برمضان، يعني كل يومين الثالث بناكل قطعه حلو ومقدار فنجان قهوه صغير. شو ما كان عندك قطعه حلو بالبيت حطيها بمقدار فنجان قهوه صغير، هيك لا بتكوني حرمتي حالك وبنفس الوقت انه انت عم تاكلي. هلا النقطه الثانيه، اسباب زياده الوزن بشهر رمضان المبارك، هي حكينا افراط في تناول الطعام كما ونوعا. يعني انا اول شيء بالكميه كثير عم بصير في عندي افراط، وبالنوعيه يعني دائما عم باكل على سبيل المثال مقلوبه من هون والكبسه من هون والكبه اللبنيه، فانتوا دائما بقولوا انا اختاروا صنف واحد. صنف واحد مع نوع سلطه وفيكي نوع مقبلات، هيك لا بتكوني حرمتي حالك وبنفس الوقت ما صابك تلبك معوي، لانه غالبا بتقومي من على سفره الافطار انت معدتك عم تجعك، في عندك صار تلبك معوي ودغري بحط جسمك وبتتعبي او بتنعسي، هذا نتيجه التلبك المعوي عم يصير عنا. فاختيار صنف واحد من الطبق الرئيسي، اختيار السلطات صعب شوي. اختيار نوع واحد من السلطات كمان، هو غالبا عم تكون نوع واحد فتوش او جرجير او نوع السلطه الموجوده عندنا، دائما بنقول لهم نخلي نوع السلطه تكون قليله السعرات الحراريه، يعني بعد انا عن السلطات اللي فيها كميات عاليه من زيت الزيتون، قد ما كان زيت الزيتون مفيد لكن هو بالنهايه عالي السعرات الحراريه، كمان بعد عن السلطات العالية السعرات الحراريه مثل سلطه السيزر ودور السلطات، هدول اطباق رئيسيه نحن بنعتبرها.
خلينا نحكي عن الفترة اللي مسموح فيها بالأكل خلال الصيام، وهي من الإفطار للسحور. فينا نحدد عدد السعرات الحرارية، عدد الوجبات كيف لازم يكون، المدة الزمنية اللي بتفصل بيناتهم؟ تمام. هلا أهم نقطة، أنا عندي وجبة إفطار، عندي وجبة سحور، وعندي سناك خفيف من الله، هي وجبة خفيفة لا أكثر ولا أقل. لا أكثر ولا أقل. تمام. ما أقضي أنا من وقت الإفطار لوقت السحور وأنا عم باكل، يعني ما بيقول لك عم ماكل، عم نهرج، مسلسل حلو. انا بدي اقوم افطار، دائما بقول لهم بلشوا بكاسه مي صغيره، حطوا فيها نوع من البذور، خاصه بذور الشيا. هي الخلطه هيك رهيبه، او القصه هي بتعمل اول شيء بتملي المعده فورا. بذور الشيا فيها الياف، نسبه الياف عاليه، وبالتالي انا وقت بقول نسبه الياف عاليه يعني عم تضاهي السلطه، واكبر من اكثر نسبه الياف من السلطات. اثنين، فيها نسبه بروتين عاليه، فهي عم تعطي نسبه شبع. ثانيا عم تعطي هي بس تحطيها بالمي فبتعطي هي اللزوجه، فبتنفش بالمعدة، بتعمل عمل بالون بالمعدة، وبالتالي عم تقل شهيتك انت على الاكل. واذا انت عم تشربي كاسة المي وبتاخذي 3 تمرات مثلا، هلا بقول لهم قوموا 10 دقائق ربع ساعة، بيقولوا لي ما فيني نرجع على السفرة خالصة، او جوزي ما بيرضى، او دائما هي القصص. معلش ولو دقيقتين ثلاثة بس لتاخذ مفعولة لتنزل على معدتك انت بزور الشيا، حركي لك حركة بالبيت، صلي صلاة المغرب، اي شيء اعمليه ورجعي على السفرة، حتحسي حالك يوم مع يوم انت عم تقل شهيتك بهي الحركة. بعدها بدي بلش انا يا اما بزبدة الشوربة، ودائما انا على موضوع السعرات الحرارية نيرين بقول لهم انا حتى لو ما حددنا السعرات الحرارية، مجرد الصيام بحد ذاته هو بينحف. يعني انا اذا التزمت بسعراتي الحراريه بدون ما اخفضها فانا رح انحف. فاي نوع شوربه مش ما كثير ندقق، بس زبده صغيره، صحن سلطه، وبعد الطبق الرئيسي بشرط يكون نوع كربوهيدرات واحد. يعني اذا عندي انا مثلا فركه بطاطا ما اكلها بالخبزه، لانه صار عندي نوعين كربوهيدرات. بس مثلا اذا قلت انا يعني الطبق الرئيسي طبق مثلا قسمته، يعني قسمته بالنصف ونوعت يمكن النشويات، لانه بتعرفي في تنوع، تأثر هون السعرات الحرارية ولا نشويات؟ قصدك معكرونة ممكن يكون رز، ما هو هي اللي عم نحكي نحن انه هي تكون نوع واحد. يعني انت هي نفس الكمية بس بالنص، ما نحن مشان مؤشر جلايسيمي، نحن مو مشان سعرات حرارية بحد ذاتها. يعني دائما انا بقول لهم ما بيهمني هي القطعة او هذا الطبق قديش فيه سعرات حرارية، قديش هو عم يرفع لك مستوى السكر بالدم. انا هذا اللي انا هذا اللي بيهمني انا، يعني كل شخص بيتبع مدرسة معينة. فانا من النوع اللي بتبع انه نحن نستهدف الاكل ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض. تمام. فمؤشر الجلايسيمي المنخفض بيقول لك انه انا اكل نوع كربوهيدرات واحد ويكون معقد. في حال انا اكلت رز، اكلت معكرونه، فانا اختار صنف واحد، يعني ما اقوم اكل اكله فيها خبز واقوم اكل كمان معكرونه معه، فاختار نوع واحد من الكربوهيدرات. نحن هاي القصص عم نحكي فيها كرمال اول شيء الاعتدال، ثانيا كرمال انا ما اتعرض لزياده الوزن بنهايه شهر رمضان المبارك. معلومة مهمة حكيتيها، وهي ما كتير حدا بينتبه لأنه نوع مثلا كربوهيدرات واحد أو بروتين واحد، نحن بنقول مثل ما قالت نور من شوي ممكن نقسمها مثلا إنه أساس عم نخفف الوجبة، ولكن نحن هون عم نحكي عن كيمياء الجسم والطعام. طيب حكينا عن الإفطار، خلينا ننتقل للسحور. شو هو السحور اللي بتنصحي فيه هو بيكون يعني بيساعدنا على ساعات الصيام وبنفس الوقت هو صحي؟ تمام. وجبة السحور أول شيء في ناس كثير ما بتتسحر، هي من أحد العادات الغذائية الخاطئة، يا ما بيفيق الشخص، يا ما بيقول لك أنا بس أتسحر بجوع، هي من العادات اللي هي نفسية كمان هذا الموضوع. بالعكس أنت لتصومي صيام صحي يعني لتتمتع أنت جسمك بهاي الطاقة الصبح والحيوية والنشاط لازم تكوني متسحرة. كمان نقطتين تحتهم، شو أنا متسحرة؟ مو أي سحور أنا بقدر يعطيني هذا الطاقة والنشاط والحيوية ثاني يوم، يعني يا ما أنا فيق ثاني نهار عطشانة، راسي واجعني، كمان هي لها علاقة بنوعيات الأكل اللي أنا أكلتها على السحور. هلا اهم انواع الاطعمه انا فيني اتناولها على وجبه السحور، هي اول شيء بده يكون في عندي خضره. دائما بقول انا دائما عم ركز على الخضره برمضان مشان موضوع الامساك، دائما تغيير الساعه البيولوجيه للجسم بتناول الطعام عم اتعرض الشخص للامساك، خاصة بأول 10 أيام كثير بيجيني شكاوي من المشتركين عندي إنه أنا صايبني إمساك، فهيك لا بركز عليهم أنا صحن السلطة على وجبة الإفطار، وعندنا صحن سلطة أو صحن خضار بدون ما يكون سلطة يعني على وجبة السحور. النوع الثاني لازم يكون عندي بروتين، ضروري يكون في عندي بروتين، بيض، لبنة، جبن قريش، مو جبنة مالحة، بدي انتبه للأطعمة اللي فيها ملح، التونة فيني إذا تمام بشكل عام. أول شيء مشان الملح، ثاني مشان توازن السوائل بالجسم. تونة
اذا في اشخاص بيحبوا يتناولوها على وجبه السحور فهي وجبه كثير غنيه بالبروتين ومشبعه. فانا وقت عم باخذ بروتين على وجبه السحور عم تمدي بالشبع لاطول عدد ممكن من الساعات، غير وقت بقوم باكل انا مثلا صحن رز او بقوم احد العادات الغذائيه الخاطئه انه انا اجيب وجبه الافطار تبعي زايد مثلا صحن اكله على السحور، هذا كثير خطا. كمان النوع الثاني انه انا اخذ كربوهيدرات معقده، شوفان، خبز خالي، خبز شوفان، خبز شعير، بعد عن خبز الابيض. كمان نحكي عن موضوع زياده الوزن كمان ورفع نسبه السكر بالدم. هيك اخترت انا نوع كربوهيدرات، نوع بروتين والخضار، وفيني اخذ معي كاسه لبن، او اذا انا في عندي حصص فانا اخذ موز او تمر، هدول من الاطعمه اللي بتخفف لي من العطش خلال ساعات الصيام. نحكي نحن معك عن وجبة السحور، خلينا نحكي عن السناك الفاصل بين وجبة الإفطار ووجبة السحور. قلتي نقطة كتير مهمة إنه هي وجبة السحور غنية، يعني لازم. طب اللي بياخد سناك ممكن مثلا بيقول لك أنا ما بقدر أخد، رجع أكل على السحور لأنه بوقت مؤخر، وبتلاقي ما بياخد الوجبة، بيأثر نوعا ما ولا لازم يتم الالتزام تدريجيا فيه؟ هو السحور كل ما تأخرنا فيه أفضل، يعني كل ما كان قبل صلاة الفجر أفضل، غير أنا باخده على 12 وأقوم نام، فهذا لا يعتبر سحور. يعني انت ما حيمدك، انت مثلا عم تفيقي 7 8 واكله 12 حكما بدك تفيقي جوعانه، يعني ما حيكون مادك بالطاقه مثل تكوني انت متسحره على 3:30 مثلا. هي نقطه. نقطه ثانيه، شو انا مسموح اكل على السناكات؟ هون بقى حطنا الجمال، هون بنشوف بقى الابداعات بالبيت، هون اللي في عنده حلو بقى بيحط بياكل، في عنده هلا صحيا المفروض تاخذي حصه الفواكه بهي الفتره انت، لانك انت ما عم يصح لك تاكلي فواكه لا على الافطار ولا على السحور، غالبا لازم ناخذها بهي الفتره المنتصفه بين 9 لـ11 تقريبا. بهي الفتره لازم اخذ انا حصه الفواكه، ممكن اخذ انا كاسه عصير طبيعي اذا انا مشربت على الافطار، فيني اخذ كمان، في عنا حلويات بتتساوى بالبيت صحيه، في عنا كرات التمر بتتغطس بالشوفان، هي كثير صحيه وبتعطي مذاق الحلو اللي بيحب الناس، بتحب طعمه الحلو. هيك شغلات على السناك. طيب كمان بشهر رمضان الكريم بيكون فرصة لريح جسمنا من الكافيين وخصوصا القهوة، بنلاقي بعض الأشخاص بيخلص الإفطار من هون فورا حطونا دولة ركوة كبيرة، وفي أشخاص على السحور كمان بيتناولوا، في منهم عنده عادة مع حبة بنادول أو حبتين بنادول. كيف فينا نتناول الكافيين برأيك، وكيف فينا مثلا ننظف جسمنا منه خلال الشهر الكريم؟ تمام، هذا الموضوع لازم يتم من بداية رمضان. نحن دائما بننبه، إذا بتنتبهوا على السوشيال ميديا كل اختصاصيين تغذية قبل 10 أيام يبلشوا يقولوا خففوا كميات الكافيين عم تتناولوها، قهوة، شاي، متى، زهورات، أو زهورات لا بس متى، شاي وقهوة ونسكافيه، هدول فيهم منبهات. فنحن لازم نخففهم، ما نحن نكون متعودين نتناولهم بكميات كبيرة. بيجي أول نهار رمضان أنا بينقطع القهوة عني فدغري بيصيبني وجع راس، وهذا الانسحاب المفاجئ بتصير العصبية الزايدة، النزاعة هي والتعب. فبدنا نخفف شوي قبل شهر رمضان. خلال شهر رمضان، وهي انا متبعتها فعلا، انا نفسيا يعني حاسه بالفرق، اني انا حتى كميات نجيل القهوه عم بتناولهم بساعات الافطار قليله، يعني انا من النوع اللي كثير بحب القهوه، لكن برمضان عم بكتفى بفنجان او فنجانين ماكسيمو بعد وجبه الافطار وخلص. يعني عودت حالي انه انا ما ضل بسنوات سابقه كنا مثلا طول فتره الافطار عم نحط ركوه القهوه، نقيم ركوه القهوه ونحط المته ونحط النسكافيه، هلا فنجان لفنجانين. ففعلا انا عن نفسي فارقه حالي انه انا ما كثير عم يجعني راسي مثل السنوات السابقه، فهي موضوع كنترول بقى على الجسم، انا احدد فنجان لفنجانين خلال فتره الافطار وبتكون كافيه. ختاما وسريعا، معنا دقيقه تقريبا عنان، يعني نصائح سريعة لكل الناس اللي عم يتابعونا، لأنه أساساً مقبلين على عيد، وبتلاقي كمان يعني انقطعنا فترة طويلة عن الأكل، بتلاقي كمان الأكلات الدسمة والحلويات. نصائح سريعة هلا، نصائحنا رح تكون لفترة العيد، بأنه هلا خلص رمضان ينعاد عليكم يا رب. بالعيد أول شيء لا يتم الإفراط بتناول الحلويات، يعني أنا الحلو موجود وإمتى ما كان ممكن موجود، العيد الثاني بعد شهرين، فما نحس نحن إنه خلص الصحن الحلو بدنا ناكله نحط صحن كامل نقعد ناكله مع فنجان القهوة أو مع كاسة الشاي. الاعتدال قطعة لقطعتين بنهار بزيادة، وخاصة الناس تعرضت لزيادة الوزن خلال شهر رمضان المبارك، حافظوا على شرب المي منيح. هلأ بلش الشوب فأنا بحاجة مي بشكل أكبر، 3 لتر باليوم. تناول الخضار بشكل دائم ودائما بالحركة بركة، نحن دائما ممارستنا للرياضة عم ترفع مستوى الحرق وتخفض الوزن. بالختام بدنا نشكر وجودك معنا أخصائية التغذية عنان دلة على كل المعلومات القيمة اللي قدمتي لنا. شكرا كثير لكم صبايا.